بل يوما كان عمر في بيت مال المسلمين مشغول في الصدقات، فجاءه رجل يستدعي عمر على ظالم، يعني يشكو عمر على ظالم، فكان عمر مشغولا، فعاد الكرة: يا عمر، يا أمير المؤمنين، يا عمر. فكان عمر مشغولا في الصدقة، فضرب عمر هذا الرجل بدرته على رأسه، فذهب الرجل حزينا. فندم عمر، ندم عمر، وقال: ردوا علي الرجل، هاتوا الرجل، ردوا علي الرجل. فجاء الرجل فتقطع عمر رأسه وأعطاه مخفقته وقال: اضربني واقتص بمظلمتك. هذا من؟ هذا من؟ هذا أمير المؤمنين يطأطئ رأسه للرجل يقول: اضربني. فقال الرجل: لا والله لا أفعل يا عمر، ولكنني أتركها ليوم القيامة. تخيل معي رجل يقف أمام أمير المؤمنين، وأمام من؟ أمام عمر، ويقول: يا عمر، أترك مظلمتي هذه لأخذها منك يوم القيامة. هل ستفتح السجون على مصراعيها؟ هل ستجهز لهذا الرجل العصا ليجلد بها؟ هل سيتهم بأنه صاحب أجندة خارجية؟ لا. فظل الرجل عمر مسك بثياب الرجل، عمر يمسك بثياب الرجل ويصرخ ويبكي ويقول: سألتك بالله، سألتك بالله إلا قد غفرت لي، سألتك بالله يا رجل إلا قد غفرت لي. فما زال عمر ممسكا بثياب الرجل حتى قال الرجل: قد غفرت لك يا عمر، قد غفرت لك يا عمر. ثم بكى عمر وقال: قال: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا عمر، لقد كنت أدل الناس فأعزك الله، وكنت أوضع الناس فرفعك الله، وكنت أضل الناس فهداك الله. فلما جعلك الله على رقاب الناس يأتيك المظلوم يشكو فتضربه على رأسه، ماذا ستقول لربك يوم القيامة يا عمر؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة يا عمر؟ إيهن يا عمر لو رأيت حالنا، إيه يا عمر لو رأيت من سرقنا، إيه يا عمر لو رأيت من ذبحنا ليل نهار، إيه يا عمر لو رأيت من خدعونا، إيه يا عمر لو رأيت من سرقونا، إيه يا عمر لو رأيت من سرقونا ليلا وحكمونا نهارا، ماذا ستقول؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة يا عمر؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يسير في يوم، يقول عثمان: كنت أسير في يوم كان التراب فيه كأنه يغلي جمرة، الأرض تغلي جمرة. قال: والله لا يقوى أحد أن يضع قدميه على الأرض. قال: فأخذت جانبا من الظل، يعني أردت أن أستظل. قال: فنظرت فرأيت رجلا يجري وراء إبلين، رجل معمم مغطى الوجه يجري وراء إبلين. فنظرت قلت: من هذا؟ من هذا الرجل الذي في هذا الحر الذي لا يستطيع الواحد منا أن يقوى أن يضع قدميه فيه على الأرض يجري وراء إبلين؟ قلت: رحمك الله، من أنت؟ يقول عثمان: فكشف عن وجهي فإذا به عمر، إذ به عمر،
عمر بن الخطاب. قال عثمان: يا عمر، ماذا تصنع في هذا الحرب؟ قال عثمان: يا عمر، ماذا تصنع في هذا الحرب؟ فقال عمر: يا عثمان، إن إبلين من إبل الصدقة تفلتا، إبلين من إبل الصدقة تفلتا، فخشيت أن يضيعا. فقال عثمان: يا عمر، اجلس في الظل فأجعل عبدا من عبيدي يأتي بالإبلين. فغضب عمر وقال: يا عثمان، هل عبدك أعبد من عمر؟ هل عبدك أعبد من عمر؟ هل سيسأل الله يوم القيامة عبدك عن مال الناس أم سيسأل عمر؟ إيهن يا ابن الخطاب، يا عثمان، هل يوم القيامة سيسأل الله عبدك عن مال الناس أم سيسأل عمر؟ فقال عمر: والله، والله لا أذهب إلى الظل حتى أرجعهما. أيا حكامنا، أرجعوا مال الناس. أيا وزراء وطننا العربي، أرجعوا أموال الفقراء. أيا أيها المسؤولين في أوطاننا، أرجعوا حقوق الضعفاء. إبلين من إبل الصدقة. قال: والله لا أرجع حتى أرجعهما إلى بيت مال المسلمين. قال عثمان: فأرجعهما عمر. قال: فلما جاء إلى الظل، إلى الظل، وقع على الأرض من شدة الإعياء. أيا عمر الفاروق، أيا عمر الفاروق، أما لك من عودة؟ سقط على الأرض من شدة الإعياء، من شدة الحرب.